الكاميرا الموصلية ارتأت أن تزور محكمة بداءة الموصل. طبعا هذه المحكمة في الجانب الأيمن، طبعا عندما عادت هنأت الموصلية القضاء الأعلى بهذه العودة الميمونة، ولكن نحن الآن يعني سألنا أحد القضاة لماذا هذه الازدحامات، فأجاب أن هذه الازدحامات بسبب التهرب الضريبي من قبل بعض المواطنين. طبعا الموضوع يكمن في فتح التحويلات، تحويل الملكية. الآن بعض المواطنين يلجؤون إلى طرق أخرى لعدم دفع الضريبة المستحقة عليهم. من أهم أسباب الازدحامات والزخم اللي صاير عندنا هو التجاء المواطنين للمحكمة بدل التسجيل العقاري. سبب الزخم الحاصل هناك يلجؤون للمحكمة لإنجاز معاملاتهم. قد يكون أسبابها أنه التقديرات العالية بالنسبة للعقارات أو غيرها، هاي ما نعرفها لأن خارج نطاق عمل محكمتنا. أما بالمحكمة أغلب العمل هسه يعني يشكل تقريبا نسبة 80% من الزخم الحاصل وعملنا هو أعمال متعلقة بداية التسجيل العقاري وخاصة الأيسر. ومن ضمن الأمور اللي تسبب هذا الزخم من أدنى كتب صح الصدور. الفكرة هي دائرة الضريبة أو التسجيل العقاري الموجود عندما يعطي المعاملة هناك رسومات اثنين، يعني ضريبة ورسومات. المواطنين أغلبهم عندما يجي يقدم دعوة ملكية، هاي الدعوة ما تكلفهم كثير، فالجميع هم دون استثناء تهرب ضريبي، يقول لك أحسن ما أدفع هناك بالملايين، هنا أدفع لي تفليسيات. المواطن عنده تهرب ضريبي بالتأكيد، يعني هو لما يلجأ يعني الى دعاوى التمليك هو اكيد يعني تهرب ضريبي، بس يفترض انه لازم شويه ينزلون الاسعار على مود حتى المواطن يروح يدفع. لهذا المواطن مين يجيب خطيه؟ من هو ينزل الاسعار؟ اللي قيموا الاسعار. من هم؟ دائره الضريبه والطابه. التقييم قديم. منو التقييم قديم؟ عاد اقول ما قديم، لا هسه راحوا قيموا جديد، بعدين طلبوا يعني تقليل الاسعار. نعم، ما سالوا المواطنين اصحاب الاملاك عن التقديرات العاليه تهربوا الى محكمه البداء. اي بالتاكيد، طبعا لما الواحد يطلع عليه 3 ملايين لما يطلع عليه 3 ملايين و4 ملايين رسومات ضرائب، لا يقول لك اجي ادفع لي هنا يعني خلي يعني 500 600 الف اروح احجزها باسمي بالطابو احسن ما ادفع لي ملايين. هاي المعامله اللي تكونها بمحكمه بداية الموصل يعني الى مديريه التسجيل العقاري، هم يريدون هذا الموضوع لاغراض الدعوه البدائيه المرقمه على اقصاه تزويدنا بما يلي: اولا صوره قيد حديثه للعقار المرقم كذا وكذا، ثانيا في حاله وجود تاشيرات على قيد العقار مثلا حجز من جهات اداريه او قضائيه، رهن مداينة فرض عقاري كفالة إشارة عدم صرف إنذار غير ذلك، تأشير ذلك في صورة قيد العقار. هذا شنو هذا هسه؟ قرينا طلب صورة قيد يعني من المحكمة للطابة. ليش ما تروح للطابة قبل؟ اكو ترهم راسا مباشرة او راسا اقدم ليش ما تروح للطابة قبل؟ الطابة ممكن ينطيك هذا مباشرة. ايه ترهم. لا لا هي نفس اكيد احسن. اكيد هي بس مجرد طلب صورة قيد يعني. احنا عندنا الإدارة سيئة بالنسبة للدولة. نعم. لأن لو ما كانت سيئة كان حتى إذا تجي على المحكمة أنت أقطع نفس الرسوم اللي بالتسجيل نفسها.